بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا ما تعرفوش سعادتي قد ايه ان انا واقف دلوقتي على المنصه، ما شفت شعار لوجو نادي طنطا الرياضي، كانت موجوده في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، والسنه دي يا رب ترجع تاني في صعوبات شويه، بس اعتقد كابتن شوبير كان بيقف في المنطقه دي لما كان بيجي، لان انا عارف ان هو من نادي طنطا الرياضي يعني، وهو اهلاوي. طبعا يعني طبعا في الاول، طبعا انا عارف ان ما شاء الله يعني الناس صبر لغايه الاخر، وانا موجود معاكم في الاخر. طبعا في الاول احب اشكر استاذ دكتور وائل فراج، والاستاذ دكتوره انجي عبد الوهاب، استاذ دكتور ياسر عبد الروف، استاذ دكتور ياسر حافظ، على الدعوه المتكرره ان انا اكون موجود معاكم كل سنه، ويا رب دايما اكون موجود. عشان لو في حد ما يعرفنيش، ومتوقع طبعا في طنطا في ناس مش عارفه تعرفني، انا طبعا استاذ سكر غدد صماء، ممثلا عن وحده سكر غدد صماء في جامعه الزقازيق، وممثلا عن رابطه اطباء السكر بالشرقيه. يسعدني طبعا ان احنا النهارده هنتكلم عن موضوع ابديتد جدا، اللي هو الاولدر ادلت ويز دايابيتس. الموضوع هيبقى سيمبل جدا بالنسبه لنا، هيبقى فيه انترودكشن من مصر، وبعد كده ايه التشالنجز اللي بنقابلها في الاولدر ادلت، والمانجمنت ابديتس اللي فيها ايه، والسمري في الاخر. خلي بالك ما عادش بيتقال عليه الدرلي على مستوى العالم كله، يمكن الامريكان دايابيتس ستاندرد اوف كير اسمه اولدر ادلت فوق سن ال 65 سنه، لدرجه ان 1 اكتوبر اليونايتد نيشن جاله ادراها اجتمعت عشان تقر ان 1 اكتوبر ده اليوم العالمي للالدرلي او الاولدر ادلت، ولكنها لا تقر اي شيء اخر. وبالتالي المقدمه اولا من مصر، اكوردنج للانترناشونال دايابيتس فيدريشن 2021، واحنا في انتظار خلال شهرين هينزل 23، مصر فيها تقريبا 10.9 مليون تايب 2 دايابيتس، يعني سبوت انها تبقى في 2045 يكون فيها 20 مليون، ولكن انت لو شفت الجدول اللي بعديه على طول تكتشف ان مصر فيها 6.8 مليون ان دايجنوز تايب 2 دايابيتس. لما تضيف السبعه دول على ال11 اللي فاتوا تلاقي نفسك ان مصر فيها تقريبا 18 مليون ما بين ناس دايجنوز وناس undiagnosed. والكلام ده انا اتقبله، لان في حمله 100 مليون صحه اللي اتعملت على تقريبا 50 مليون مصري، طلعت تقريبا لوحدها كده ناس كتير شفناهم في العيادات عندنا في المستشفى undiagnosed type 2 diabetes. وبالتالي توقع ان احنا مصر هتبقى رائده في المنطقه في الحته دي. النقطه الثانيه، مصر برضو فيها طبعا according to elderly caregivers موجود فيها بالفعل according لاخر احصائيات تقريبا 7 مليون او 6 مليون وربع اولدر ادلت اكتر من 65 سنه، يعني تقريبا 7.4% ده اكوردنج ل 2014. اضف الى ذلك ان اكوردنج للانترناشونال دايابيتس فيدريشن مصر واحده من المينا ريجون، بيبتدي يزيد الانسيدنس اوف او البريفالنس اوف تايب 2 دايابيتس مع الايجنج، يعني كل ما الواحد يكبر مع الايجنج يمكن بيزيد قوي، بيبتدي ملحوظ من سن 50 سنه فما فوق، وبيبتدي بيزيد معانا وبيبتدي سيجنيفيكانس سواء كان ميل او فيميل. وبالتالي الموضوع ده بنقابله كتير جدا في العيادات، واكيد في ابديتس بالنسبه له ان هو مش يتعامل زي الميل. والحمد لله مصر هي اول دوله في المنطقه العربيه في البريفالنس اوف دايابيتس، تقريبا 20-21% ده البريفالنس اوف تايب 2 دايابيتس ان ايجيبت، طبعا ده رقم كبير جدا في منطقه المينا ريجون. البروجريسيف نيتشر اوف تايب 2 دايابيتس، كلنا عارفين ان تايب 2 دايابيتس ان اللي بيفور ذا اونست اوف تايب 2 دايابيتس بيبتدي الانسولين ريزيستنس تزيد، ولما الانسولين ريزيستنس تزيد يبتدي عندنا البيتا سيل فانكشن تشتغل اكتر عشان تطلع لنا مور انسولين عشان كومبنسيت ذيس انسولين ريزيستنس، وبالتالي بيحصل اكزوشن للبيتا سيل، وهذا الاكزوشن للبيتا سيل ات تايم اوف دايجنوزيس تقريبا 50% من البيتا سيل فانكشن هاف بين لوست بالفعل. وبالتالي ودي مش لوحدها بس، ده للاسف كمان عند تايم اوف دايجنوزيس تقريبا الماكروفاسكولار كومبليكيشن بتكون بدات لونج تايم اجو، اللي هو الليجاسي افكت اللي قالت عليه اليونايتد كيندم برسبكتيف دايابيتس ستادي، او اللي هو الميتابوليك ميموري يا ساده، ودي موجود في كل خلايا جسمنا اللي موجوده في جسمنا فيها الميتابوليك ميموري، والمايكروفاسكولار جاست ستارتد بيفور ذا اونست اوف تايب 2 دايابيتس. وبالتالي وي هاف تو ستوب دايابيتس تو ستوب كومبليكيشن اوف دايابيتس. دايابيتس سبيشالي ان الدرلي كلنا عارفين في مرحله البري دايابيتس بيبقى في ميتابوليك سندرومز اللي موجود، سواء الهايبرتنشن والديسليبيديميا الهايبر يوريسيميا والهايبر انسولينيميا مع الفاسكولار انفلاميشن، كل ده مع دايجنوز اوف دايابيتس بيبتدي يمكن فيرست بريزنتيشن الاثيروسكلروز والهايبرتنشن اند ايفن الفاسكولار انفلاميشن، ولكن للاسف في بعض الحالات بيكون الفيرست بريزنتيشن هو المايوكارديال انفاركشن او الستروك، ونبتدي نسال نفسنا في الحالات دي هل هو
كان عنده سكر، الناس تاكد لا ما عندوش سكر. طب هل هو الاسترس اللي عمل السكر كشف يعني، ولا كان اوريدي عنده السكر وفيرست برزنتيشن مايوكاردال انفاكشن؟ طبعا ليجاسي افكت اللي انا قلتها الميتابوليك ميموري من الحاجات اللي لازم نحطها في دماغنا في النقطه دي. فما بالك لما يكون السايكل دي او الباث واي ده بادي بدري جدا مع الالدرلي، مع الناس بدري جدا، وخصوصا كنت قدمه في اللايف. الدايابيتس ريليتد كومبليكيشن كومن في الالدرلي، وكومن في الالدرلي هنا يمكن ماكرو والمايكرو فاسكولار كومبليكيشن الاثنين كومن في الالدرلي، لدرجه ان في سترونج ايفيدنس دلوقتي ان الليفل اند ديوريشن اوف جلايسيميا انفلوينس ذا ديفلوبمنت اوف دايابيتس ريليتد كومبليكيشن، لدرجه ان هو طبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الاولدر ادلت ويز دايابيتس. سترونج ايفيدنس او اقوى ايفيدنس بيز موجود هو الايفيدنس السترونج الدايابيتس ايجنج ستادي. الدايابيتس اند ايجنج ستادي دي ستادي اتعملت تقريبا من 2004 ل 2010 على اكتر من 72000 بيشنت كوهارت ستادي انتجريتد في الهيلث كير ديليفري سيستم. كانوا عايزين يشوفوا هل الايجنج بيفرق معانا مع الكومبليكيشن بالذات في الناس الدايابيتك بيشنت ولا لا. وطبعا دي ببلشت في جاما في 2013، وكانت الدايابيتس اند ايجنج ستادي كومبليكيشن كانت الريزلت بتاعتها من ساعتها، وكل عارف ان سواء هايبر او هايبر جلايسيميا مع كل تقدم الايج كل ما بتبتدي هذه الريسك اوف هايبر او هايبو جلايسيميا بيزيد. اضف الى ذلك ان المايكرو فاسكولار سواء كان ايه اند ستيج رينال ديزيز او اي ديزيز او ايفن بريفرال فاسكولار ديزيز بتزيد مع الايجنج، وبالتالي هنا ان احنا نمنع الكومبليكيشن اوف دايابيتس مهم. النقطه الثانيه ان ايفن المايكرو فاسكولار كومبليكيشن مع الليجاسي افكت بتاعها بيزيد مع الايجنج، سواء كوروناري ارتر ديزيز او سيريبرال فاسكولار ديزيز او كونجستيف هارت فيلير. انما الماساه المورتاليتي بيحصل لها دوبليكيشن لو بصيت على المورتاليتي هنا مع الايجنج من 60 ل 70 من 70 ل 80 واكثر من 80 بيحصل لها دوبليكيشن في الريسك انكريز في المورتاليتي. وده يوريك قد ايه اهميه ان هذا الجروب من الاولدر ادلت دايابيتس لازم نعمل له بروبر كنترول. وكان الكونكلودنج بتاعهم ديوريشن اوف دايابيتس اند ادفانسنج ايج اندبندنتلي بريدكتد دايابيتس موربيديتي اند مورتاليتي ريت. طيب وفي نفس الوقت ان المانجمنت تايب 2 دايابيتس في الالدر تشالنج اللي هو ايه الريسك فاكتور اللي موجوده، وخصوصا الريسك فاكتور وفي الايجنج الدايابيتس كومبليكيشن الكوموربيديتي الهايبر والهايبوجلايسيميا والليك اوف سوشيال سبورت والهومالون. طبعا الناس عايشه لوحدها. اضف الى ذلك الجرياتريك سندروم اللي موجوده سواء اللوس اوف ميموري او الكوجنيتيف ديسفانكشن، ومعاهم المال نيوتريشن والفولينج واليورين انكونتيننس والديسابيلتي. كل ده لما تحطه مع بعض تعرف ليه في increased mortality في هذا الجروبس وسبيشيالي في مع الديابيتس. اضف الى ذلك ان في ريسك اوف هايبوجلايسيميا عالي جدا في الالدرلي سواء كان بسبب الادفانسج ايج او الهوسبيتاليزيشن او الاندوكراين ديفيشن سواء ثايرويد او ادرينال او بيتيوتري او حتى الكونكرنت ديزيز اللي موجوده اللي ممكن تكون، وطبعا الهايبوجلايسيميا الاويرنس والكوجنيتيف ديسفانكشن. كل ده بالاضافه لللايف ستايل ريسك فاكتور اللي موجوده زي البور نيوتريشن والبرولونجد فيزيكال اكسرسايز والهومالون. بالاضافه ان هذا الجروب من الناس بالذات هتلاقي معظم التريتمنت بتاعهم عشان بقى لهم فتره طويله بياخدوا مانجمنت بيكون عاده سلفونيليوريا او انسولين، ودول اكتر دوين احنا عارفين ممكن يعملوا ريسك في هايبوجلايسيميا. وبالتالي الريكومنديشن دلوقتي بالنسبه للاولدر ادلت ان انا طبعا كل فيزيت لازم اطمن على البلاد بريشر ولازم اكد على الويت والهايت، بالاضافه ان المايكروفاسكولار كومبليكيشن لازم انيولي اعمل اسسمنت للاي اسسمنت ديليد اي اكزامينشن والفوت والدنتال اكزامينشن. اضف الى ذلك الليبيد بروفايل والاي 1 سي طبعا كل 3 ل 6 شهور، ومعاهم البيزك الميتابوليك بروفايل واليورين البوم كرياتينين على الاقل سنوي كل سنه. والنقطه المهمه ولاحظناها احنا في الاربع سنين اللي فاتت اللي اهتموا بيها في الاولدر ادلت دايابيتيك بيشن هو الفاكسينيشن، سبيشالي نيوموكوكال والانفلونزا والكوفيد 19 فاكسينيشن غير الهيباتايتس بي فيروس. طبعا يمكن احنا في الاربع سنين كوفيد 19 اللي مرينا بيهم شفنا ان المورتاليتي زادت اكتر في الناس الديابيتك، ويمكن سبحان الله ان التايب 2 ديابيتس كانت الكومبليكيشن فيها من الكوفيد 19 اقل من التايب 1 ديابيتس بحاجه ان اكسبلينت لنا. وبالتالي هنا النقطه دي لازم نهتم بيها. وعشان كده لو هنلاحظ
لاحظ ان الماي جول دلوقتي اكوردنج للكونسنسس في امريكان دايبيتس اسوسيشن والاي سي دي الاثنين مع بعض هو البريفنت كومبليكيشن. والنقطه الثانيه المهمه اوبتمايزنج كواليتي اوف لايف، وبالتالي اصبح عندي اربع محاور بلف عليهم: جلايسيميك مانجمنت والكارديو رينال بروتكشن مع الويت مانجمنت والكارديو فاسكولار ريسك فاكتور مانجمنت. وخلي بالك ان الويت مانجمنت اكوردنج لجايد لاينز 2023 اصبحت وان اوف يور جولز ان انت توصلها في الدايابيتيك بيشنت، مش مجرد ارقام وتظبطها وبريفنت كومبليكيشن، لا ده انت لازم تعمل بروبر ويت مانجمنت، تعمل له ريدكشن في الويت. وبالتالي هاو تو تاي تاي، يعني ايه هاو تو تاي تاي؟ يعني انا جاي اقول لكم ان احنا لازم نعمل بروبر كنترول واي 1 سي ريدكشن، وفي نفس الوقت بقول لكم ان كل ما نقلل الاي 1 سي كل ما الريسك في هايبوجلايسيميا هيزيد، وبالتالي ريسك اوف ديد ان بين سندروم هيزيد سبيشالي ات نايت. طبعا هنا هبتدي الجا ان انا اشوف التارجت بتاعي اكوردنج للامريكان دايابيتس اسوسيشن 2023 ستاندرد اوف كير ان الاي 1 سي بتاعي يكون اقل من 7، انا معاكم. ولكن إن لما نبص على الناحيه اليمين من السلايد تكتشف ان البيشنت لما يكون في ريسك في هايبوجلايسيميا ديزيز ديوريشن لونج واللايف اكسبكتنسي شورت والامبورتنت كوموربيديتي هاي، ده ابتدي اعمل له ليس سترينجنت كنترول، وبالتالي ابحبح التارجت شويه. واصبح عندي تو باث واي طبعا جلوكوز سنتريك لورنج ميديكيشن، سواء ان انا بريفنت كومبليكيشن هارت فيلير والاسوست كورت كارديوفاسكولار ديزيز الليفت سايد، او ان انا اعمل بروبر كنترول للبلاد جلوكوز ليفل ومعاهم الويت ذا رايت سايد اوف ذا سلايد، سواء اخترت ده او ده في الالدرلي هبتدي اعمل لي موديفيكيشن عشان يوصل معاه. ووصلنا للسمري، والسمري هنا هناخده من السكشن 13 في الستاندرد اوف كير اولدر ادلتس، ده سكشن واحد مخصوص اول واحد فيهم، وكان سترونج ايفيدنس. ايفيدنس ايه؟ وده اقوى ايفيدنس موجود في الامريكان دايابيتس اسوسيشن ستاندرد اوف كير، هو اللايف ستايل موديفيكيشن. طالما الاولدر ادلت هيلثي وكان دول لايف ستايل موديفيكيشن، لازم اقلل الوزن من 5-7%، ولازم استرس على الفيزيكال اكتيفيتي للبيشنت. تاني حاجه ايفيدنس ايه قوي كان، هو طبعا الميتفورمين، مازال واخد ايفيدنس ايه قوي في الاولدر ادلت، وده يوريك اهميه الميتفورمين لغايه دلوقتي. انما النقطه الثالثه اللي هو التارجت بتاعي، طبعا اتقسم الاولدر ادلت لتاول واحد هيلسي، تاني واحد انترميديت يعني في كوموربيديتي خفيفه او فيري كومبلكس، وبالتالي هنا احنا هنقسم الاولدر ادلت هل هو هيلسي ولا انترميديت ولا كومبلكس. ليه؟ لان التارجت بتاعي هيختلف من 7-7.5 الهيلسي اولدر ادلت، بينما اقل من 8 ابحبح التارجت شويه. في الكومبلكس بيشنت مش ببص على الاي 1 سي اصلا، انا بحاول اظبط السكر بحيث ما يحصلش اي كومبليكيشن من الهايبو ولا الهايبر جلايسيميا الاثنين مع بعض. انما النقطه الثالثه البيت تايم جلوكوز، دي نقطه مهمه ما ننساهاش، في كل الاولدر ادلت لازم الجول تايم جلوكوز، وده ماشي مع الناي شوجر ستادي اللي كانت 12 في 2010، ان البلاد جلوكوز من 80-180 ما يقلش عن كده في البيت تايمز، سواء كان هيلسي او ازوده اكتر لو كان كومبلكس او انترميديت. والحته الثالثه البلاد بريشر، ماشي مع الامريكان هارت اسوسيشن والامريكان كوليج اوف كارديولوجيست من 2018 لما قالوا البلاد بريشر يبقى التارجت بتاعي تحت ال 130-80، ولكن في الكومبلكس ممكن اخليه اقل من 140-90 عشان البلاد سبلاي للبرين والكيدني، وبالتالي ما يحصلش هايبو تنشن. وتيك كير ان مازال الايفيدنس القوي اللايف ستايل والميتفورمين دول اول اثنين، بقيه الدراجز ممكن تستعملهم، ولكن تيك كير ان في بعض الدراجز زي السلفونال يوريا والانسولين ريسك اوف هايبوجلايسيميا عالي، الانسولين بيبقى انجكشن، وفي نفس الوقت ده بلاش نعمل بيردن على الاولدر ادلت. النقطه الثالثه يمكن السجليتو برضو من الدراجز الكويسه والمفيده ليها، ولكن تيك كير من الديهايدريشن والكيتو اسيدوزز وممكن الفراكشر او الفولينج. البايوجليتازون من الادويه كويسه، ولكن في الاولدر ادلت تيك كير من الهارت فيلير والايديما، وتيك كير من البروستات وخصوصا لو كان طبعا في الميل في البروستاتيزم. وفي نفس الوقت طبعا الدي بي بي فورز يمكن هم يمكن اكثر الادويه السيف في هذا الجروب، ولكن تيك كير من ساكساجليبتين ان هو ممكن يعمل بريسبتيت هارت فيلير. اخر سلايد هو الانسولين، والانسولين هنا في كلام. اولا الناس اللي ماشي على الانسولين دول ما اكترهم في الاولدر ادلت، هو بياخد بيزا الانسولين في تو تيبس، نكمل على نفس الدوز ولكن خلي مورنينج، بدل ما في ناس كتير قوي بتاخد الانجيك البيزا بالليل، لا خليها بالنهار حتى لو هو بيكليس انسولين، ده لتجنب الهايبوجلايسيميا في البيت تايم. النقطه الثانيه ما نديش اي براندي الانسولين بيفور البيت تايم، يعني هو وجبه بالليل لو هيتعشى بالليل ما ياخدش اي برانديا الانسولين. النقطه اللي بعد كده لو هو بياخد بريميكس دوليا ما اكترهم سواء هيومن او انالوج، ببتدي ادي له 70% بس
بيزل انسولين واديها له ان ذا مورنينج، وابتدي ادي يا اما نون انسولين تابلت او نون انسولين تريتمنت، ده للبرانديال تارجتنج برانديال، سواء ميتفورمين ده اولهم طالما الجلوميرول فلتريشن ريت يسمح. لو الشخص بياخد ريميكسد الاثنين مع بعض، هنا هبتدي انا ابتدي ادي له طبعا البيزل اتفقنا، وفي نفس الوقت ابتدي ادي له البرانديال هنا بدوز اقل، لو هي اقل من 10 يونت ابتدي احاول اغيرها بقى عشان الانجكشن لتابلت. لو هو اكتر من 10 يونت لا، ده انا بقلل الدوز، ده البري برانديال، بقلل الدوز للهاف 50% تقريبا، وفي نفس الوقت ابتدي اديله نون انسولين دراجز، وبالتالي هنا ابتدي اعمل له بروبر كنترول من غير ريسك في هايبوجلايسيميا، ومن غير ما اعمل ويت جين، ومن غير ما اعمل له انجكشن كتير سبيشالي. ثانك يو، اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم. شكرا حضرتك.